الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في محافظة الوادي الجديد لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. إطلاق مبادرة الشراكة التكاملية بين مصر والإمارات والأردن ومدبول يؤكد أن هدفها السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. في أول ظهور رسمي خارج العاصمة الأوكرانية، زيلنسكي يتفقد قوات بلاده على الخطوط الأمامية في خاركيف شرقي البلاد. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في محافظة الوادي الجديد، وذلك للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهل المحافظة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط للاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في المحافظة، خاصة في قطاع الزراعة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في محافظة الوادي الجديد، موجها سيادته بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في المحافظة للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي المحافظة. وقد قام اللواء محمد الزملوط بعرض مستجدات العمل في مختلف المبادرات والمشروعات بمحافظة الوادي الجديد في كافة المجالات، خاصة في قطاع الزراعة والموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي وجهود تشجيع الاستثمار الزراعي، وذلك للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لا سيما القمح. كما تم عرض سير العمل في المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة للتوسع في إنتاج التمور بمحافظة الوادي الجديد، فضلاً عن جهود زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، وكذا التنسيق القائم مع الجهات البحثية في مصر لزراعة النباتات العطرية والطبية وتوطين الصناعات القائمة عليها في المحافظة. واستعرض أيضاً السيد محافظ الوادي الجديد تطورات إنشاء المجمع الحكومي النموذجي المتكامل والمميكن بالمحافظة الذي يضم كافة المقررات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية، إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لشبكة الطرق والمحاور بالمحافظة. وقعت مصر والإمارات والأردن على وثيقة للتعاون الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاث. جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات سلطان بن أحمد الجابر بأبوظبي. وقع وثيقة المبادرة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات سلطان الجابر ووزير الصناعة والتجارة والتموين بالأردن يوسف محمد الشمالي. ويأتي التوقيع على وثيقة المبادرة انطلاقا من توجيه القيادة السياسية في الدول الثلاثة وتماشيا مع القناعة الراسخة بضرورة تنمية القطاع الصناعي في كل منها وتعزيز الاستفادة من المزايا والموارد والإمكانات والخامات والقدرات والخبرات المختلفة بهدف تأسيس صناعات تكاملية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه وتوفر فرص عمل متخصصة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن توقيع وثيقة التعاون الثلاثي يمثل تجسيدا واقعيا وتنفيذا عمليا لهدف مهم ومحوري، وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. وخلال مراسم توقيع وثيقة التعاون لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، شدد مدبولي على أهمية الوثيقة في تحقيق التبادل التجاري لصالح الدول الثلاث. فما نوقعه اليوم يمثل تجسيداً واقعياً وتنفيذاً عملياً لهدف هام ومحوري لنا جميعاً، وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. ذلك الهدف الذي كان حاضراً
في أذهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ أربعينات القرن الماضي، حيث نصت المادة الثانية فقرة ألف من ميثاق الجامعة على أن من أغراضها أن تتعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً في الشؤون الاقتصادية والمالية، بما في ذلك التبادل التجاري وأمور الزراعة والصناعة. كما أكد مدبولي أن وثيقة التعاون الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن تعد نموذجاً ملهماً لكيفية الاستغلال الأمثل للظروف الاقتصادية والجيوسياسية غير المواتية التي تسود العالم. فإن هذه الخطوة تعد نموذجاً ملهماً لكيفية الاستغلال الأمثل للظروف الاقتصادية والجيوسياسية غير المواتية التي تسود العالم، وتحويل هذه الظروف من محنة تحدق بنا إلى منحة وفرصة نسعى لاقتناصها ونتطلع من خلالها إلى تحقيق غاية لطالما عز علينا إدراكها على مدار عقود طويلة، وأعني هنا تعزيز التكامل والترابط والاعتماد المتبادل بين اقتصادات الدول العربية. هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تنفيذ وثيقة التعاون الثلاثي يتطلب الكثير من المجهود الشاق والعمل الدؤوب وغير التقليدي الذي يجب بذله خلال الفترة المقبلة من أجل الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة. هناك الكثير من المجهود الشاق والعمل الدؤوب وغير التقليدي، وأؤكد هنا على غير التقليدي، الذي يتوجب علينا جميعا بذله خلال الفترة المقبلة من أجل الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة تنفيذا دقيقا وفق جداول زمنية محددة، حتى تنمو وتزدهر وتكون كما أرادها وتمناها قادتنا في الدول الثلاثة. وفي هذا الإطار فإنني أتوجه بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة بتوجيه فخامته لإنشاء صندوق استثماري تديره ADQ باستثمارات 10 مليار دولار أمريكي لبدء تنفيذ هذه المشروعات. وحرص رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على استعراض أبرز ملامح التقدم الذي تم في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، وخاصة في قطاع الصناعة والأمن الغذائي اللذين يمثلان محورا مهما من عملية التكامل. تمت جمهورية مصر العربية من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 بالتركيز على تحقيق طفرة كبيرة في كافة مجالات البنية الأساسية والاقتصاد المصري، وعلى رأسه قطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفيما يخص قطاع الصناعة، فقد حققت مصر بالرغم من كل الأزمات العالمية منها جائحة كورونا على مدار السنوات الثلاث الماضية طفرة كبيرة في هذا القطاع، حيث تم إعطاء 50,000 رخصة تشغيل جديدة لمصانع أنشئت في خلال الخمس سنوات الماضية. 50,000 رخصة تشغيل جديدة لمصانع تنشأ لأول مرة، وبمتوسط 50 فرصة عمل في كل مصنع. فنحن نتكلم على حوالي 2.5 مليون فرصة عمل تم إتاحتها في القطاع الصناعي على مدار الخمس سنوات الماضية. وفي لقاء مع التلفزيون المصري على هامش إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن دعم القيادة السياسية في الدول الثلاث أسهم في فاعلية المشاورات والمناقشات بين المعنيين والمتخصصين، وأثمر عن توقيع هذه المبادرة المهمة للدول الثلاث وشعوبها. الحقيقة يعني الفكرة لعمل هذه الشراكة التكاملية مع بعض نبعت من اللقاء الهام اللي جمع قيادات الثلاثة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وسمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات في القاهرة في شهر رمضان الماضي. وتناقشنا نحو طبعا الأزمة العالمية اللي النهاردة العالم كله بيمر بيها، والتي تعد الأسوأ يمكن من منذ الحرب العالمية الثانية. وكان هناك التوجه لقيادات التنفيذية في الثلاث دول بسرعة العمل على وضع استراتيجية تكاملية لقطاعات الصناعة كأولوية أولى، هدفها كيف نتكامل الثلاث دول لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية اللي بيطلبها شعوب هذه الدول.
وعلى هامش مشاركته في مراسم إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لقاء مع رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصاونة بحضور وزيري التجارة والصناعة في مصر والأردن وسفيري البلدين. وخلال اللقاء أشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الحثيثة لمراحل تنفيذ المشروعات المتوافق عليها، لافتا إلى أن المقومات الاقتصادية والصناعية التي تمتلكها البلدان الثلاثة تشكل قوة دفع هائلة نحو تحقيق التكامل ومواجهة التحديات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن فكرة عمل الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن نبعث من اللقاء المهم الذي جمع القيادات السياسية للبلدان الثلاث في شهر رمضان الماضي. وخلال حوار مع عدد من وسائل الإعلام المصرية والإماراتية والأردنية بشأن إطلاق الشراكة، نوه مدبولي إلى ما تمت مناقشته بشأن الأزمة غير المسبوقة التي يمر بها العالم كله، مؤكدا امتلاك مصر احتياطي استراتيجي من كل السلع الرئيسية وفقا للتوجيهات الرئاسية، لافتا إلى نجاح الحكومة في توفير مختلف السلع للمواطنين المصريين دون أن يشعر المواطن بأي نقص في السلع مع مراعاة البعد الاجتماعي المتعلق بزيادة الأسعار. في إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية تتحصن بها بعض العناصر الإرهابية، حيث تمت محاصرتها ومداهمتها. ونتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق نيران على قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والاشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل 10 أفراد من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة. في إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية، حيث تم محاصرتها ومداهمتها. ونتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والاشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل 10 أفراد من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة، عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات وكميات من مادة TNT شديدة الانفجار وعدد من الأجهزة اللاسلكية. وقد تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، حيث ضبط معه بندقية آلية وعدد 2 خزنة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة. هذا ويؤكد رجال القوات المسلحة على أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر.
واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 402 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 156 طن مواد غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 136 طن مواد غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 20 طن. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 604 قضايا من بينها 69 قضية خبز ناقص الوزن و91 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 13 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 111 طن أقماح محلية. تواصل وزارة الداخلية جهودها الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد. وقد أسفرت الجهود خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 420 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 20 مديرية أمن، والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل. وضبط معهم 248 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 98 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 773 قطعة سلاح ناري أبرزها 107 بندقية و77 بندقية آلية و35 مسدسا و551 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و135 خزينة إضافة ل 1171 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 463,003 حكما قضائيا من بينهم 1728 حكم جناية و168,140 حكم حبس و228,581 حكم غرامة و64,554 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 15 تشكيلا عصابيا ضموا 52 متهما قاموا بارتكاب 116 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 87 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 112 متهما، كما تم إعادة 22 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1209 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 111.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وأكثر من 756.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين وزنت ما يزيد على 33.5 كيلوغرام، إضافة إلى أكثر من 10.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وقرابة 23,000 قرص مؤثر، وأكثر من 12,500 قرصة ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 17 مليون جنيه تقريبا. وتم ضبط 3 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان. تمثل منظمات المجتمع المدني أحد أهم دعائم التقدم في الدول انطلاقا من دورها المهم في دعم جهود التنمية والاستقرار، وتم توقيع ميثاق شرف للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، ويضم 24 كيانا بمساهمات تقدر بنحو 5.5 مليار دولار. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة وقف أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية والإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، بالإضافة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. وخلال استقباله أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، حذر شكري من مغبة مثل تلك الإجراءات أو الممارسات على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. كما أعاد شكري التأكيد على أن مواصلة التوسع في النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين يقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين. من جانبه أعرب رجوب عن التقدير لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية ومساعيها المقدرة لتحقيق المصالحة الوطنية ومساندة الشعب الفلسطيني. أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي زيارة إلى القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد. وخلال الزيارة أشاد الرئيس الأوكراني بجنود بلاده وبتضحياتهم من أجل أوكرانيا، وتمثل الزيارة أول ظهور رسمي لزيلنسكي خارج منطقة العاصمة كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تحاول تعزيز مواقعها حول بلدة ليمان شرقي البلاد. كانت روسيا قد أعلنت أنها استولت على المدينة، وهي مركز السكك الحديدية الاستراتيجي في مدينة دوناتسك بأوكرانيا أمس السبت، فيما لم تعترف كييف بذلك حتى الآن. كما أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجوما حول مدينة باخموت في منطقة لوانسك المجاورة وتم التصدي له.
أكد السفير الروسي لدى بريطانيا أندري كيلن أن موسكو لا تنوي استخدام أسلحة نووية تكتيكية في عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقال كيلن إن الأسلحة النووية التكتيكية لا تستخدم في مثل هذه النزاعات على الإطلاق ولا علاقة لها بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأضاف السفير الروسي لدى لندن أن السلطات الروسية لديها قائمة صارمة بشروط استخدام الأسلحة النووية التكتيكية. أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية تمديد القيود المفروضة على استخدام الطائرات في مطارات جنوب ووسط روسيا إلى 6 يونيو المقبل. كما أشارت الوكالة إلى أن كل المطارات الروسية الأخرى تعمل بنظامها العادي، وكانت روسيا قد أغلقت المجال الجوي في مناطقها الجنوبية والوسطى منذ 24 فبراير الماضي تزامن مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أعلنت سلطات حرس الحدود البولندي وصول عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 3,684,000، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي. وخلال يوم أمس فقط وصل أكثر من 25,000 لاجئ من أوكرانيا مقارنة ب 22,000 يوم الجمعة. يذكر أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، تشمل إقامة قانونية وحق الوصول والحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية. أعلنت شركة غاز بروم الروسية مواصلة إمداداتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا. وأضافت الشركة الروسية أنه تم إمداد أوروبا ب 44.1 مليون متر مكعب من الغاز عبر نقطة دخول سودغا، مشيرة إلى أن كييف رفضت طلبا لتوريد الغاز لأوروبا عبر نقطة سوخرنوفكا الرئيسية. توقعت وكالة بلومبرج للأنباء أن تستجيب الدول الأوروبية لمطالب روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل. ووفقا لتقرير لبلومبرج فإن الاتحاد الأوروبي اقترب على الأرجح من بلوغ الحد الأقصى لقدرته على فرض عقوبات ضد روسيا، مشيرا إلى أن أوروبا لم تتمكن من توجيه ضربة خطيرة لصناعة الطاقة الروسية. وقال التقرير إن دولا أخرى ستستسلم لمطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع ثمن الغاز بالروبل. قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على عقد مدته تصل لثلاث سنوات لتوريد الغاز إلى صربيا. وأضاف فوتشيتش إنه ناقش أيضا مع بوتين توسيع مساحة تخزين الغاز في بلاده، لافتا إلى أن كل التفاصيل سيتم الاتفاق عليها مع شركة غاز بروم. هذا وكان من المقرر أن ينتهي عقد لتوريد الغاز مدته 10 سنوات بين صربيا وغاز بروم في 31 مايو الجاري. عزز البنك المركزي الروسي من إجراءاته التي تهدف إلى استصدار الروبل الرقمي ردا على العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو في أعقاب الأزمة الأوكرانية. وقالت النائبة الأولى لرئيس البنك المركزي الروسي، قالت إن قرار البنك يأتي على خلفية العقوبات التي فرضت على روسيا، الأمر الذي دفعه إلى تسريع إجراءات تطوير النسخة الرقمية من الروبل، مشيرة إلى أنه من المقرر البدء في التعاملات بالنسخ الجديدة من عملتها المحلية أوائل العام المقبل بدلا من عام 2024 كما كان مخططا سابقا. يواجه الاتحاد الأوروبي أكبر أزمة اقتصادية، وبحسب بيانات رسمية تعتبر نسبة التضخم المترتبة على جائحة كورونا تصل إلى 1.5%، في حين أن التضخم ارتفع إلى 5.8% في منطقة اليورو بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. المزيد في سياق التقرير التالي.
يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة اقتصادية غير مسبوقة تقوده للتفكك أو عقد صفقات وتحالفات ثنائية بعيداً عن التبعية الأمريكية في المستقبل القريب. وتشير البيانات والتوقعات الرسمية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سيتراجع إلى 3.7% في عام 2022 وإلى نحو 2.3% في عام 2023 بعد أن بلغ 5.7% في عام 2021 وهو أعلى مستوى له منذ نصف قرن. كما زاد معدل التضخم في أسعار المستهلكين بمعدل سنوي يبلغ 7.9% في فبراير الماضي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية 7.9% وتكاليف السكن بنسبة 4.7% والملابس بنسبة 6.8% وتكاليف الطاقة بنسبة 32% والبقالة بنسبة 10% وزيادة الإيجار بنسبة 4.4%. هذا وتواجه إيطاليا أزمة كبيرة في القمح وبدء تقنين بيع المنتجات الغذائية في الأسواق الإيطالية بسبب نقص منتجات القمح نظراً لاندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية. وكالة بلومبيرج أكدت أن المشاكل التي تواجهها شركة الكهرباء الفرنسية أكبر منتج للطاقة النووية في أوروبا يمكن أن تقوض أمن الطاقة في المنطقة، ووفقاً للوكالة فإنه من المتوقع أن يكون إنتاج الشركة من الطاقة الكهربائية في عام 2022 عند أدنى مستوى له منذ 30 عاماً، وإذا كانت فرنسا عادة تقوم بتصدير الكهرباء الرخيصة في الشتاء فسوف يتعين الآن عليها شراؤها. وأشارت الوكالة إلى أن إخفاقات الشركة EDF تسببت في تقلبات بأسواق الطاقة الأوروبية، الأمر الذي يهدد بتقويض خطط التخلص التدريجي من الغاز الروسي. وشدد الخبراء على أن الكثير من الدول تواجه أزمة خاصة بقطاع الصناعة في ظل أزمة الغاز والعقوبات التي ارتدت إلى أوضاعها الاقتصادية بشكل أكبر من كل الحسابات والتوقعات. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مقتل 4 أشخاص وجرح 8 آخرين في العاصمة العراقية بغداد. أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية مسيرة المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين في مدينة القدس المحتلة، محذرا من التبعات الخطيرة لتلك المسيرة وما تمثله من استفزازات لمشاعر المواطنين واقتحامها لساحات المسجد الأقصى المبارك. كان آلاف المستوطنين الإسرائيليين قد نظموا مسيرة استفزازية بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 24 مواطنا فلسطينيا جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين أثناء المسيرة. أكدت قوات الشرطة السودانية المضية قدما في كشف المتربصين الذين يريدون الانحراف نحو الفوضى والعنف وترويع الأمنين. وأصدرت الشرطة بيانا لتوضيح الأحداث في المظاهرات التي خرجت أمس السبت من قبل حراك لجان مقاومة ولاية الخرطوم بمنطقة الكلاكلة. وأكدت قوات الشرطة القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لبسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون دون تفريط أو تهاون. قتل 4 أشخاص وجرح 8 آخرين بينهم عمال أجانب إثر انهيار مبنى صباح الأحد يضم مطعما في العاصمة العراقية بغداد، كما أفادت مصادر طبية وأمنية. وتتواصل جهود إنقاذ عشرات الأشخاص المحاصرين حيث يحاول رجال الدفاع المدني انتشالهم. وذكرت مصادر إعلامية أن تسربا للغاز أدى إلى الانفجار داخل المطعم الكائن ضمن منطقة الجادرية قرب مجمع الوزراء. وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته إلى المدرسة الابتدائية في ولاية تكساس التي شهدت حادثا لإطلاق النار أسفر عن مقتل 19 تلميذا واثنين من المعلمين. وخلال الزيارة قام بايدن وزوجته بوضع إكليل من الزهور على نصب تذكاري لضحايا الحادث.
سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية 4899 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس بالبلاد ارتفع إلى 1,148,000 حالة، لافتة إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 1,107 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 48,000 حالة. ناقش رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون زيادة تعزيز الخبرات المكتسبة من أعمال مكافحة وباء كورونا. وخلال ترأسه اجتماع للمكتب السياسي لحزب العمال الكوري الحاكم، أجرى أون تقييما للوضع الوبائي الذي يتم التحكم فيه وتحسينه في جميع أنحاء البلاد. وبحث الاجتماع إمكانية تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا لمنع مزيد من التدهور للاقتصاد. نظمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على مدار الأسبوعين الماضيين برنامج الإعلاميين الأفارقة في مصر، حيث يأتي تنظيم هذا البرنامج الشامل بشكل سنوي في إطار الجهود التي تقوم بها الوكالة في سبيل تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجال الصحافة والإعلام. شمل البرنامج تنظيم العديد من اللقاءات للوفد الإعلامي مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، وكذلك تنظيم العديد من الزيارات الميدانية للمؤسسات الوطنية المختلفة، وأيضا بعض المشروعات القومية الكبرى التي يتم إنشاؤها على أرض مصر، وذلك لإتاحة الفرصة لممثلي وسائل الإعلام الأفريقية المختلفة للتعرف بشكل أكبر على توجهات الحكومة المصرية والأولوية الكبيرة التي توليها لنقل التعاون مع القارة الإفريقية إلى آفاق أرحب. افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة فعاليات الدورة التدريبية لأئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وخلال فعاليات الدورة التدريبية أكد وزير الأوقاف على أهمية مفهوم العلم النافع وإعلاء الإسلام لقيمة العلم والتعلم. وتأتي الدورة في إطار العلاقات القوية بين مصر وأشقائها الأفارقة ودور مصر الرائد لنشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها. هذه الدورة هي الدورة الدولية الخامسة لأكاديمية الأوقاف الدولية. سبق وأن أقمنا دورتين لأشقائنا من الأئمة والواعظات من دولة السودان الشقيق، ودورة للأئمة من دولة فلسطين، ودورة لكبير المذيعين من اتحاد الإذاعات الإسلامية، وهذه الدورة الخامسة لأشقائنا من دولة بوركينا فاسو. نحمد رب العالمين الذي فضلنا بهذه الدورة القيمة. نحن شاكرين جدا، وقبل كل شيء نحن جئنا هنا لتعليم الدين الحنيف، ووجدنا أن أهل مصر طيبين وأناس مميزين وأناس دينيين. نحمد رب العالمين الذي فضلنا بهذه الندوة. نحن استفدنا كثيرا من هذه الدورة في بوركينا فاسو. لماذا؟ لأن الدورة جاءت لنبذ الفوارق بين المجموعات أو المذاهب الإسلامية الموجودة في العالم وخاصة في بوركينا فاسو. قال محافظ المنيا أسامة القاضي إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذا وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا محمد نادي أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية اسم العروس بمركز دير مواس، مؤكدا أن قافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 368 حالة جراحية، وتم تحويل 43 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيفية صحية ل 111 مترددا، وتم استخدام 9 عيادات متنقلة.
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في فريق عمل حياة كريمة بالوزارة في الاجتماع الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا في العاصمة اللبنانية بيروت. وأشارت وزيرة التخطيط هالة السعيد إلى ضرورة إبراز التجارب المصرية في المشروعات التنموية الكبرى وعلى رأسها حياة كريمة، لا سيما وأنها تجربة رائدة وفريدة من نوعها، ليس فقط في حجم المخصصات المالية ولكن أيضا في عدد المستفيدين منها والذي يمثل حوالي 58% من سكان مصر. والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة السادسة. وحكمة عبد الحميد، أهلا بك. شكرا سحر، شكرا محمد، وهذه بالفعل الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2021 لتسجل بذلك 14.6 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار عام 2020، وبنسبة ارتفاع قدرت ب 85.9%. وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استيرادا من مصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.8 مليار دولار، يليها مالطا ثم إسبانيا واليونان. افتتح بمحافظة الإسماعيلية المعرض الدائم الثاني الذي أقيم أمام ديوان المحافظة بالتزامن مع إقامة عدد من المعارض الأخرى بالمدن والمراكز بأنحاء المحافظة. يأتي المعرض الذي يستمر طوال العام في إطار الاستعدادات لفتح عدد من المنافذ الدائمة وتنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات السيد الرئيس بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار وضبط حركة الأسواق والعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 20%. المعرض النهاردة عندنا فيه تخفيضات فيه من 15 ل 20% على السلع الغذائية، الخضار، اللحوم والمنظفات. إن شاء الله بإذن الله يعني ده يبقى حاجة كويسة لخدمة أهلنا في الإسماعيلية، وإن شاء الله هنستمر فيها وهنتوسع في افتتاح معارض تانية. احنا النهاردة بنفتح المعرض الرئيسي في حديقة الشيخ زايد الإسماعيلية. المعرض بيضم كافة السلع الغذائية واللحوم واللحوم المجمدة والفراخ المجمدة والفراخ الفريش وكافة الخضار والفاكهة الموجودة عندنا في المعرض. انا جيت اول مرة اشتري هنا، الاسعار مفاجأة بالنسبة للمواطن الإسماعيلاوي، الاسعار في متناول الجميع. احنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان الاسعار هنا مخفضه والحمد لله. الغرفه التجاريه تخفيضات على جميع السلع هنا يعني الحمد لله تقل عن بره بنسبه 20 و25%. وإلى البورصة المصرية التي أنهت جلسة التداولات بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب مقابل مشتريات المصريين، وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 662.5 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 1.3 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10200 نقطة وأغلق عند 10086 نقطة متراجعا بذلك بنسبة 1.12%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1746 نقطة وأغلق عند مستوى 1727 نقطة منخفضا بنسبة 1.11%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2627 نقطة ليغلق بذلك عند مستوى 2599 نقطة منخفضا بنسبة 1.6%.
إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18.53 للشراء و 18.65 للبيع، وسجل اليورو 19.88 للشراء و 20.1 للبيع. وصل الجنيه الاسترليني اليوم إلى 23.38 للشراء و 23.53 للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية، فسجل الدرهم الإماراتي 5.4 للشراء و 5.7 للبيع. أما الريال السعودي وصل اليوم إلى 4.94 للشراء و 4.97 للبيع. أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن منتدى الأعمال اليونانية السعودية والاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين سيعقدان في أثينا غدا، وذلك لمدة يومين. وأكدت الوزارة أن المنتدى سيطرح أوجه التعاون المحتملة في قطاعات الشحن والسياحة والطاقة والبناء والمنتجات الزراعية. وأشارت الوزارة إلى أن العديد من الوزراء ونواب الوزراء اليونانيين ستتاح لهم الفرصة للقاء نظرائهم السعوديين، في حين أعربت 100 شركة يونانية على الأقل عن اهتمامها بالمشاركة. عزز البنك المركزي الروسي من إجراءاته التي تهدف إلى استصدار الروبل الرقمي ردا على العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا في أعقاب عملياتها العسكرية في أوكرانيا. يشار إلى أن البنك المركزي الروسي أعلن في وقت سابق أن عام 2022 سيخصص للبدء في تجارب استخدام الروبل الرقمي، حيث بدأت تجارب المنصات الخاصة بالإصدار الرقمي الجديد في شهر فبراير الماضي. وخلال هذه التجارب على المنصات الرقمية، تمكن العملاء من فتح محافظ بالروبل الرقمي، وذلك من خلال تطبيقات المحمول. انتهت الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة، وعودة إلى سحر ومحمد، إليكما. شكرا لك حكمة. نهاية السادسة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في محافظة الوادي الجديد لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. إطلاق مبادرة الشراكة التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، ومدبولي يؤكد أن هدفها السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. في أول ظهور رسمي خارج العاصمة الأوكرانية، زيلينسكي يتفقد قوات بلاده على الخطوط الأمامية في خاركيف شرقي البلاد. وإلى هنا تنتهي نشرة السادسة. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين.